الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحان إن شاء الله تعالى مركان أن قد قلينا بابكي أها الحساب أما التأصيل وأسلمي ما دام صبرني مسائشي فرائضك يقف البوح لي هي يدك وحدح لها يدك وحدح لي هي سيد اللي يسكو حجابة أيو وحا باب كلو مهم بابك إن لبرتو وحل إرادة حسابت أما تأصيل أنت مسألة ده إن أصل لو يلو si aad wixii aad u qaybisid xoolihii sida xoolihii aad u qaybisid adigoo ku dhisaaya wixii aad soo baratay oo furuubtii dadkii faradka lahaa iyo dadkii casabada ahaa iyo sida isu kala hormarinaya loo kala xijaabaya adigoo ku dhisaaya ayaan waxaan laga maarmaynin mas'alada in la asaleeyo taصiilu المسائل wax la yiraahdo ayaan laga maarmaynin. تأصيل مسائلك marka wuxuu ku dhisan yahay علم الحساب. حسابتu waa علم فائدة badan oo علم قديم أو واag horena aad loo baran jiray. إن waxyaalo badan ayaa ku tacalluqa waxyaalaha mucaamalaadka oo kaleeto, deynta guditaankeeda oo kaleeto, lacagaha sida loo kala xisaabsado, tijaarada, waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin علم الحساب. waxaa cilmi xisaabka ku xiran isaga cilmigan faraa'idka isagana oo aad ku baranaysid sida masalada loo asal loogu yeelayo iyo haddii ay jabto oo ay kaa jabto sida loo saxiixinayo markaa kadib sida dhaxalka loo qaybinayo xoolihii adigoo masalada ku dhisaaya waa baab ka mid ah xisaabta. xisaabta waxaa looga maarmayn baab kale oo ah baab la yiraahdo mathalan مواقيت سنة مواقيت الصلاة وكل وقتك الصلاة سنة لها حساب كود يبلها إيو وحي لمد أخ سنة كل حساب تلا ومر مزد كذا حساب انت إذا يوحي لمد أخ صومك يوحي كساب سن يقضى انتيس ماشي حجك يوحي كساب سن هولها صدن حسابته لوغة مارمو هذا حسابته رمنا هنا كشاكينا مركا وحسابته كتعلق ده علم الفرائض. علم الفرائض وحان هور أسوب براني مسائش أما فروض المقدرة في كتاب الله هو أهنس هي الثلث هي الربع هي السدس هي الثمن انت أصلا سوب براني هي الثلثين يا ثلثين انتاس مركي اي ايتي ماذا مسألة ذا محانكو محانكا لسايا مثلا هدي مسألة ذو اي تهي فرض كليه وجوغو او هل فرض كليه مسألة ذا دادك وحد احلا يا هل فرض كليه اي كجيران قول هل فرض له مسألة ذا وحانكا لسايا فرض كا فرض كي لاهي كتاب كيسو كوشي يا غي sida uu yahay ayaan ka dhisaya mathalan mas'alada haddii aan ku jiro qof saaxibu nisfi ah qof saaxibu nisf ayaa ku jira nisku waa labo ithnaan waay laba nis hadday yihiinna waa ithnaankii wasas way soo dhex galaa waa noo imaan doontaa labada farad hadday isku mid yihiin ama aan qaadanno awalan hal farad inay mas'alada ku jirto hal farad kaliya hal farad haddii uu yahay faradkaas waxa uu yahay ayaan masalada ka dhisaya niska laba waay masalada haddii ay nis iyo casabo tahay nisaan ka dhisaya masalada haddii farad thuluth uu ku jiro keliya oo farad thuluth uu yahayna thalaathaan ka dhisaya saddex haddii rubuc uu yahayna waxaan ka dhisaya arbaca afar haddii sudus ay tahayna waxaan ka dhisaya sita haddii ay thumun tahayna waxaan ka dhisayaa ثمانية. intaas waa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala furuudtii uu noogu sheegay waxaa ku hartay ثلثان
ثلثان سدح أيام كدسايا وثلاثة وكلات هذا فرض كي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كي سوء كل شيء غي هدي مسألة هل فرض وكجره فرض كا أيام كدسايا مسألة ومسألة ونص سبحان الله لبو ثلث با كجره سدح ربع عفر ست سدس ستة ثمن ثمانية سداس أيام مسألة كدسايا انت سوى وحواي نصف يا ثلث يا ربع يا سدس يا ثمن وشان مسأله اي اساس بقول اسمي كرت ثلثان ولمت او ثلث كي لمت ثلثان هذه مسأله تهي سد حياتك لسيسا لحظه فرض سدا اي نقن عيا والذي فرض الله سبحانه وتعالى قرانك وكل شيء اذن لح مسألة سيدة الله تأصيلية واد قرأت وحاجرة لبا أصل أو كليتو أو أصول هذا كتاب كوية الآن أهين أو اللي يراد أو مسائش اللي قدسه أو اللي يراد 12 إيو 24 12 إيو 24 وحي كإيمان آيان لبا فرض أو إسكوتيميت أشيك دونا لبا فرض أو إسكوتيميت هي وحا كدلانايا اصل كليرا 12 هي اصل كليرا دو 24 اذا مسائل ك وحي كدسمايان هدي اصحاب الفروض ماشي اي جوغان وانتهوا يعني هدي اما نص واما ثلث واما ربع واما سدس واما ثمن واما ثلثان واما 12 واما 24 افر الى باطن اني كدسمايان وحان نصو هرتي عندي مسألة ذا أنا أصحاب الفروض كجيرين تاس أنقارنا إذا أنا كبلاوني هيت أصحاب الفروض ما مجران وهو ذا عصابة ذاتك سير لسا يا مسألة ذا وذا هذي وذا عصابي يهين ذاتك وحان كدسا يا أنت عادت كود وياه ماذا حود أنت وياه مثلا نبعد انتي وحوك التقي ويلل ولا لهيس بس اتكالوا لحليس أصحاب الفروض مجرت أما ويلا لو دلعي كلية أيو كتير مسألة ذا محاك كدسايا وأصحاب عصب أصحاب فروض معها ماذا حوذان كدسايا إن مسائيين أدي قبل أي ويلا لسكو جيران قبلها أنا هل ماذا حيان كسوق هذا نايا هل قف ويلا شان الله ماذا حيان كسوق هذا نايا مسألة ذا سميشي إيقارت أيان كدسايا أدي أصحاب يهين عصبه مثلا نبقى وحوك التقي شنويل إيه هل قبل سألت يا ربا أنا وحوقي بي أنا ديسو وحان لا يهي شن ويل وحان كسو غاضي عشان سهم أما شن شير أما شن أول هاد بوح اللي يراد شن تو ذا معنى الله عن ودو فنايا شن تو ذا وحان كسو غاضي هيا وسيدة وناك سنة شن تو ذا وحان كسو غاضي هيا طبعا مدح قبل دينا هل مدح مسألة ذا وحان كدسا يا مركة كوي طبعا ويل كستلبان سينها يا قبل دينا هل سينها هيا سيدا سي مسألة دو صح كون غاني سامركا عدي سدح قبل سدح ويل سدح ويل ايهين عن لا يا سدح ويل لح كالسوقات لح مضح في سدح قبل هذا سدح سقال سقال ان كدس هاي مسألة دا ويل شان الله والله سهم اما اقول اما شير ان سينا هيا قبل هان الحلال ان سينا هيا مسألة دين سيدا سي سقال كا هو الصح دا فإذا دا انك فإذا اينا سيدا هيا لمحيط هاي حوالا مركان ربينا قيبيو waxaan u qaybinayaa sagaalkaas xoolaha markaan rabo inaan qaybiyo $1000 meesha taala waxaan leeyahay kun loo qaybiyey sagaal wixii soo baxa ayaan qof walba waxaan ugu dhufanayaa masalada wixii uu ka qaatay waxaan leeyahay kun loo qaybiyey sagaal naatijka soo baxa waa inta ku dhufo labo wiil kasta labaan ugu dhufanayaa gabar kastana halaan ugu dhufanayaa sidaasay xoolihii ku qaybsamayaan waa markii ay asxaab alfuruud ay soo joogin أصحاب الفروض هدي وهل يهي هل فروض هل فرض جوغنا وحان نري فرض كا أيام مسألة ذا لغا ديسا هيا وحا كو إمانة يسمرك إن مسألة دي أي كجران أصحاب الفروض فرض بضان أصحاب الفروض فرض بضان إن أي كجران أي كو إمانة يسمرك سوحات لا ذا مسائل شات فيرين يسمرك مسائل كان هدان سوشيغني أو لحظة
او كتابك الله سبحانه وتعالى كل شيء فروضته واي فروضته اسون بي وخ كدسميان فروضته سو وحا هدي اسكو تيمادو وحي نكون كرتا افر مي افر مد اون مد اي نكون كرتا افر حاله مد كميد اي نكون كرتا هدي فروض اسكو يمادا اما اني لو فرضي او اسكو مد اه يمادان سيدا مثلا نصف يا نصف زوج يا جبر ولا الأخ يا جوكت أما جبر ولا ميت كوا اسكده جبر دي نصف إلى هذا زوج كنا نصف إلى هاي لبا نصف بقى اسكت مد مسألة ده دي لبا نصف اسكت مع هذا وحال إرادة لبا الشيء لبا فرض هدي اسكت مع هذا وحال إرادة تماثل وحاسلها جاية الإرادة تماثل هدي وماشي جرو مركا هل ميد بات كسو قاديسا تكلنا وقت كدا فيس سدح فرض حتى ديس في ما دانا اسكو ميد اه سدس يا سدس يا سدس هل سدس كسو قاديسا انت كلا وقت كدا فيس اذا مساله ذو هدي فروض تدحدو ذا تماثل ودعه والله وفرض متماثلين اسكو ما دان ميدان قادنا يا ميد كلنا وقت كدا فيس مساله انا اساسا هل كاسن كدسايا هدي تماثل ودعوا واسداس محا كلو دعي كرا وحا دعي كرا وحا ليرادو تداخل تداخل ومحاي وحواي عدد كير لبض فرض فرض كير وحو دح جلايا او كل بلامايا اما كسدح لامايا او كسدح لا كل لامايا عدد كوين عدد كوين سيدا مثلا نصف هي السدس أي أسكويم نسكو واللبو سدس كنا واللح لبدو وحا أي سوهوس جليسا وحا أي سوهوس جليسا لحظة يعني لاي لحظة أي سوهوس جليسا مركو ما باهني إنا نسكا فيري وحان لاي لحظة انقاذنا يا نسكا نوسكا دافل لأن نسكا نهدي للابو اللابو أو لي اللابو لغو داري اللابو لغو داري اللابو مركو دم اللحظة وقارها يا سيدو كلا نس يتفهمون هدا يسكو تماضو وسيدو سو كلا لبدو وحيسو دح جليسا ثمانية دي سو دح جليسا إذن على دا لبدو كده حين كرتا فروض تان وحواي وحل إرادو تداخل إنا إسي سو دح جلان هدا إسي سو دح جلان محان سمينا يا عدد كوين أولا دح جلي أيان قادنا يا عدد كير نواس كدعفاي وحايسكو يميد مسألة فيها نصف وسدس نسي سدس اكو جرى محان سمينايا على مسألة ذو اللحوة كده سميسا سابتو اه نسكو وحوسو هوس قلها يا اللحوة سو هوس قلها يا لبو تداخل اكا بحي اذا لو ذا عدد هدي اي سي سو هوس قلها يا نوحان لا يا وتداخل تداخل تماثل واشاقني تداخل نواشاقني تماثل تداخل وحاكل وكان دحين كان حالة دا سدحات إن لبدا فرضي أيهين لبدا فرضيو اسكو أه ترى سلاك يا ترى إسدار أما واحد لو يقانو لبن إيو كنسي ساس الإيران مرينها كنسي يا لبن أو فرض نوا لبن فرض نوا كنسي أو مثلا وحا اسكو يميد ربع ربع ولبن وأفر إيو كنسي أو أه ثلث أما الثلثان وأسلمت ثلث وسدح كأنه وأفر لو وضع فرث ذا إسكوي مادان لو وضع ذا وعلى إسكو لفان هيا لو وضع ذا وعلى إسكو قراع هيا ما وحي كصوب بحقين مسألة ذكاء صحيح مثلا نص هي الثلث با إسكوي نص وعلبه ثلث نواسدح فرض نصها هي فرض ثلثة حان سمينا يا وحان لا يا هي مسألة ذا سلبا سدح كله فوق واللح مسألة ذو اللحي كأصحيسة إذن لو هذا فرض هدي لحظة ذا وكد حيو وحل إرادو تباين وحل إرادو كد حيو لو هذا فرض لحظة ذي تباين كد حيو وقال اسكو دفن عيان وحالة ذا سدحات حالة ذا أفراد حالة ذا أفراد وحواي توافق حالة ذا أفراد وحل إرادو توافق معنى التوافق مع هواي لبدا فرض تباين كما دحيه تماثلنا كما دحيه تداخل اسخوص قلنا كما دحيه
لكن لبدا فرض وحي ليهين مخرج أما شيء إسكا وافقان أو صحيح أو ججب كجرين وحي عدد إسكا وافقان ترى إسكا وافقان أي ليهين لبدا فرض مثلا وحي يمد إسكو يمد ثمن إيه السدس أيا إسكو يمد مثلا ثمن إيه السدس ثمن وسديت لحنا سدسنا ولح تمام سدس يلح سدس يلح تماثل معه تباين معه تداخل معه لح مسه هوس جري كرت الثماني لكن وحاكد حياة وحليا توافق توافق ومحي وحي ليهين لبدو ذبا هل شيء أو صحيحة أو كد حياة معناه محي تهي لح وحي ليهذا اللبو يعني اللي هو حيلة هذا هي وعندي لها وحاء سويون مثلا وعن الوحاء سويون سدس سدس يوحاء سويون ثمن سدس يوحاء سويون ثمن مثلا أما وحاء سويون ربع سدس وعلنا ربع وأفر وحولي هي نص صحيحة نص صحيحة ربع لبودك ولبواي سدسنا حوليها نص صحيحة لح لبودك سدح لبودو دوبا وحليهين مخرج كدحية أما وفق كدحية أو صحيحة سيدا السدس يثمن وعلمي سديد يلح سديد وحيلها ده هاي نص أو أفرأة لحنا وحيلها ده هاي نص أو سدحة سيدا سكالها دي دعضو ولا بدا فرض سيدا يسكن نقضان وحال إلى وحا كدها هي التوافق محال سمينا يا مد وفق جيسا أيا وحال ودفنا يا ككلا أو كاملة ماشي أي قارتو مسألة دو أي كأس حيث مثلا أفر يو لح أيا اسكوين أفر محال نص صحيح أو أهل لبو لبضان قادنا يا لح عن كل فنا يا لبا لح كل فو لبي طبعا واي مسألة أصلا بيت ماني كاس حساب أما عكس السماء لح محا نصو أه سدح سدح أفر كله فوق لبيت ماني كاس حساب مسألة أصلا وأصل كأن قرآن كقرنين لبيت ماني كأه لكن كدشة لبا فرض أو اسكت تمت لبا كده لتوا لبيت ماني أفر لبعتن لبيت ماني حي ما نيسا مرك ثمن يسود السماء ذو قلق ثمن يسود مرك اسكوي ماذا أيا وحا إيمانيسا ثمن يوحان إيه لها الربع إيه السدس مركز كوي ماذا هدي ثمن إيه السدس كوي ماذا محادا عاية ثمن كو حولي هي نص صحيحة وأفر سدس كو حولي هي نص صحيحة وسدح أفر أيان مركا نس كان مد نس كيس مد نس كيس أيان ككلا كامل كيس كله فنعية عن لا يا أفر وثمن نس كيس أفر كله فلح أفر إلى بعض أما سدح أو نسكي سدس كأه كله فسديت أفر إلى بعض أي إيسو بحاي لو هذا عدد ولا هذا فرض كك لا تمد لو يتمن كي أفر إلى بعض كا حي كي ما نيسا لو هذا عدد أو سكوت ماذا أو وفق كأه وفق بي إسكا وافق سيه يعني لو هذا ودو وحي ليهين هل عدد أو قاسم مشترك لإيرادة قاسم مشترك وعمد لو هذا ودو بقى أعن تموعي أو صحيحة كان النص ليها كان النص ليها نسك لازم معها بريوح إيمان كرته مركاد واحد تصحيحين يسيت مثل عائشة مركاد تصحيحين أيو أفرتان حالة والله وتاي وحا إيمان يسين لي ألا بدان شيء وحيس كوا فقصيهن ثلث ومدو الباء سدح مركي الله دقوا دقوا أو قيف سمحي وحيس كوا فقصيهن ربع وحيس كوا فقصيهن ثمن وإيمان يسا أو حالتك لكو إيمان يسا لكن هذه مهمة وحي تهي فروض تان إله سبحانه وتعالى كتاب يسكو كل شيء غي مركي إسكو يماذان أفرتا حالة أم بي أياك دحين كرت إسكو يمان كلام إما إنه كان دحي سوح لإرادة تماثل ميت قاعدة منا إسكدك لابد إسكو مثال كهي وإما تداخل كوين قاعدة كير إسكدك وإما تباين اسكله في اللبدة
وإما توافق وحي إسكا وافق سيهن ميت قاضو ككلو كاميرا كدفو مسألة المشي قارتو أي كاسة حيسا حدنا ضوابط ير بحنو مثلا مسألة كستا أو نس أما اللبان نس أي كجرتو وحانيري مسألة دو اللبو أي كاسة حيسا وهل نس مثلا لو يكاسة حيسا لبان نس أي كجرتو لو يكاسة حيسا مسألة كستا أو ثلاثة واشيغني ثلث أي ثلاثة كاسة حيسا أصل كثلاثة لا يرادا ومسألة كستا أو ثلثة أما ثلثان أصل كثلاثة لا يرادا ومسألة كستا أما ثلثة أما ثلثان أما لابد ضبع أصل كذا محن غنيسة ثلاثة مسألة كستا أو أف ربع أهنا وحانري أصل كذو وأربعة أما س معي إذا أربعة ده ربع هدي نص ولا صعده مسألة كستا أو ربع هي نصف وأربعة نصف هي ربع نسكو أربعة دو سوز قلايا مسألة دو مركة 40 نقونيسها أصل كلا إلى ستة مثلا مسألة كستو حاني سدس وستة مسألة كستو سدس هي نص إيسا السعودان أما السدس هي الثلث إيسا السعودان أما الثلثان لأن الثلثان هو ثلث كوكالاتي مسألة كستو سدس هي نص وستة مسألة كسو سدس هي ثلث أهنا وستة مسألة كستا أو مسألة كستا أو ثلثان يو مسألة كستا أو ثلثان يو نص إيش كل جيراننا ثلاثة يلا ولا إيش كل فتي ليح أيين نقانيسه وأصل كلي هذا ستة أصل كلي هذا ثمانية مسألة كستا أو ثمن وكجرو مسألة كستا أو ثمن وثمانية هدي نسل الصعدنا وصل ثمانية ذي لأن نسك ثمانية وصل لحق لاية مسألة كستا أو الربع يسدس واثنى عشر لأن توافق واي مسألة كستا أو ثمن يسدسنا وأربعة وعشرين أما هدي أي تهي ثلث الثمن أيضا وأربعة وعشرين لأن ثلاثة ثمانية نغنيسة ولا يسكت فنعية ولا يسكت فنعية مسائل كواسيداس تأصيل انت وذا مركا ربتين تأصيل سيد ساسد وتأصيل النساء حدو لان النساء ثمن إيا الربع ثمن إيا الربع إن أنا مسألة كلية سوي ما نينين وغاذا ثمن إيا الربع اسكو ما إيمان كران بحيث سوي ما واين بحيث سوي ما واين ثمن كوا زوجة نصيب كذا ربعنا وزوج كنصيب كيس مركا ما دعا كرتو إن أي سوي ماذا إن توقف إن تولي رادو زوجك انت سلي زوجتي انت سلي لان زوجتي زوجك ايغا سدحلاي لان اجتماع الزوجين في مساله واحده لا يتصور مركا حوايه ثمن هي الثلث و24 ثمن هي ثلاثه وحين نغنيسا ما بقى ما باكل معان ما كل معيان ثمن هي طبعا هي الثلث ما كل معيان وما دعك كرتا اني كل معان ما دعك كرتا طبعا اني كل معان ثمن هي ربع ما كل معيان
ثمن الثلث لما اكل مكران صابت الثمن ونصيب الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، زوجة وفرع وارث للجوج ثلث كره ونصيب الأم أو فرع وارث وارث أوسن جوجين مركب من دعا كرتين أي هواسي أي كلمان أيقونا ما كل مكران فروض حاجة تانسون ونغن مثلا ثلثان كوكالاتو هل مسألة سيدة بدن كما سوى النغطة ثلثان كما سوى النغطة لأن ثلثين كوحا إسكالة بناتك يا بنات الابن يا شقائق يا أخواتك من الأب أيا إسكالة ثلثان ك مركا ما سو نغنغن كران يعني لو وقف ثلثان ثلثان لما يمان كرتو ما يسكو يمان كران لأنه شروطه أحرن سيدو كليتو ثلثكو حتى ما سو نغنغن كرا أو مسألة كلية دور ثلث لغا مهلي كرو فروض تصون نغنغتا وحا كميدا نسكو كلي نسكي آد سو سو نغنغدا سودسكو وا سو نغنغدا آد هل مسألة كسو نغن كرا إلى سدح مر أما سدح مسألة أما سد سدح أما اللبو يوحي كبدا بسدس كو صون نغن كرا إلى سدح هو سدح مسألة كلية وحار كيسا سدح سدوس أي كجر تدار كيسا مركضي وصون نغن نغن وحاد قادنيسا طبعا هل شيء أياد قادنيسا شيء كلنا وكتاجيسا مركب مهمة دو حيث هاي نسب كا أربعة أخ أو أفرتا أخ إن لو ولايو أو أه التماثل هدي وكد حي فروضسي هي هدي وكد حي توافق أما تباين أما تناسب يعني تداخل هي توافق هي تماثل هي تباين أفرتا أخ نقونيسا مماثل متداخل مباين هي موافق ودحضر الموافقة أي كده حيسو أفر تاس إن لو ولايو أيام مهمة وحاجرتا أوكالي أو أباهان إن لأغادو وصوشا هذا أنكسو شاكيني وصوشا أنكسو شاكيني هذا لبا يقيب سنتها طيب وحاكو دعوة واحد ليرادة حاكو دعوة واحد ليرادة عول واحد ليرادة حاكو دعوة مت وحيري قرر الله بسم الله الله يسلمك أصوش أس تضبضا تضبضا لبا يقيب سنتا أصول عوشة أو واحد عول أقرأ هي أصول أن عول قرينين عول محل إرادة عول أن محل إرادة أصوش هذا أصل اللي حوكره وأصل ستة ستة داس عول كو حواية دتكي وحلها أيا وحيو بهنيه سهام فربضا مسألة دينا أصل كيدو وأويريه مسألة دي اللي حبي كأصح دي لكن دتكو حيو بهنيه تضبط سهم أما سديد أما سغال أما طبان بهنيه لحكم فيلنا وحال لنا مسألة مركب وحال لنا عول أيا قالي لحظة أوكله ويعول إيسا تضبعي نقون إيسا سديدي نقون إيسا سغالي نقون إيسا طبعي نقون إيسا أصل كاكله أو عوله وحواي مثلا لبية طبنك لبية طبنكو
السنة واو عولا مر سدح طبعا يشين طبعا بو عولا وانو ايمان دونتا 24 كنا واي عوشا مركه اصول شو الله بيقول سنه يسا وقال سنه يسا اصول عوشه هي اصول ان عولين انت ومقدمتي هي هرولوي ابدان مركه كتاب كبير انه وباب كلي باب التاصيل او باب الحساب ايا مركه دول مرينا ابيات بل سيده وشرحي مصنف قال باب الحساب وإن تريد معرفة الحساب لتنتهي فيه إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل واستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهل فإنهن 7 أصول 3 منهن قد تعول وبعدها 4 تمام لا عول يعروها ولا انثلام فتبلغ فس فالسدس من 6 أسهم يرى والسدس والربع من 12 والثمن إن ضم إليه سدس فأصله الصادق فيه الحدث 24 يعرفها الحساب أجمعون فهذه 3 أصول إن كثرت فروضها تعول وتبلغ 6 وإقد العشرة وإقد العشرة بصورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الأثر بالعول إفرادا إلى 17 والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2 والثلث من 3 يكون والربع من 4 مسنون والثمن إن كان فمن 8 فهذه هي الأصول 2 لا يدخل العول عليها فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي وإن تكن من أصلها تصح وترك تطويل الحساب الربح فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها باب الحساب وإن تريد هديئة دونتيت معرفة الحساب حسابت إن أدقرتت وأدبرتت لتنتهي سياد وقارتت أما دوغوها نونتت فيه يعني حسابت لحية إلى الصواب صوابت سياد وقارتت هديئة دونتت وهو تعرف أدقرتت القسمة قيبتي والتفصيل هي كلبحنتي وهو تعلم أدقرتت التصحيح مسألة مركي جبت سيدة أدو صحي سيد هي والتأصيل سيدة أدو أسليني سيد أنت هدي أدوني سيد واستخرج صوصا الأصول يعني أصل الكلمة أصول شيء أصل المسألة مسألة ده أصول شيء إذا كسر صار في المسائل مسائشي كسر ده صار مركات المسألة إنها تأصيل سيد مسائشي كسو دحصار او اهيد فروضتي الهي سبحانه وتعالى كتاب كيسه وكو قدري مسائشي كسو دحصار ومسائشي تدوض اهيد ولا تكن هنا نقن عن حفظها مسائشي حفظ جيدا بذاهل مثل مامسن او هل من حفظ جيدا أيو كلية فإنهن مسائش 7 أصول وطبعا وتضرب أصل 7 أصول وتضرب أصل 3 سدح ومنهن تضرب كمذا قد تعول ويعوشا تضرب أصل حقيقة كتمت تضرب أصل وحي كتمت شنتي إلهي سبحانه وتعالى كتابك كل شيء غير أما اللحظي والله ولا سدح قليل 3 ثلثان هل من اللي قصه قاضي مركع الشرعي نقون عيا هي أصل كليرة 12 هي أصل كليرة 24 وتدور أصل فإنهن إيقو 7 أصول وتدور أصل 3 سدح ومنهن كمذا قد تعول ويعوشا عول وحليرة أيا قلخ عول أيا قلخ وبعدها سدح ذا كدبنا
أربعة أفر وتمام وتمام أي وبعدها قداش إذن أربعة بقى هاتي وتمام وتمام العول قلن لا عول وح عول هي عروها ما هو أما ما قالوا ولن ثلامو يوح لي راجبتان ولن ثلامو أي ولن ثلامو أي يعني كسر أما جبتان إن جبتو مسألة دي أما وح لي را خلل وقالوا ما دعي سوى فضبط أصول سدح عول أيا قال وأصل الستة واثنا عشر وأربعة وعشرين سدح لا سوى عوشا عول أيا قال أفرت أن عولين أنت كلا أي نقنايا وكو تفسير دونا وبعدها أربعة تمام لا عول يعلوها ولا انفرام ولا انفلام وصوشي أيكو شيء يا مركا فالسدس لحظه من ستة أسهم لح سهم أيك أهاتي بس الذي سدس قلنا سدس ليه هذه ليران وستة أسهم بقى اللي جيلا من ستة أسهم لح سهم أي يرى الأركا يعني سداس أي نقطة هو والسدس سدسكي هي والربع ربع هذا اسكو ماذانا من 12 لبيه طبعا أي مسألة ذاسي كدسنتا سببت محاكياني سدس الربع محاكا دحية توافق اياك دحية لابد ذبوح إليهن نصف او صحيحة مركا محاد عيسى مد نس كذا ككلا كله فوق سدس كوالح محانس اسدح سدح ايان افر كله فنايا ربع عن كله فنايا لابد توم ساسي مسألة ذو اسحيس اما ربع نسكت او لباقه لح سدس كله فوق لحة لابد توم واسلمت والسدس والربع حتى يسكو يماذان من 12 لبيه طبعا أي كنقطة أي مسألة ذكو أهاتها تمام والثمن ثمنك وسديدي إن ضم إليه هدي الله ضمه السدس سدس هدي الله ضمه هو يسكو يماذان ثمن إيه سدس فأصله أصل كيسة الصادق فيه الحدث وكر موبه أيو ماله كر موبه أيو أربعة وأفر يتبعها أورا عشرون لباتا وأفر لباتا يعرفها وحايقان الحساب تتك وحسابية أجمعون سيديهين حقيقة تمت حقيقة تمت سدس هي ثمن إني 24 نقطة وحقيقة تمت لأن الثمن هي سدس وحاكا دحية توافق نصف أي إسكوافق سيين مركب مد نسكيس أياتك كلا كل فانيسا ثمن كمحانس وأفر أفر كله في اللي حلبية طبعا أما السدس كمحاو أهنس سدح سدح كله في ثمانية سديت كله في أفر إلا باتن سدا أيو كيمت أصل ك أفر إلا باتن مركة أصل سدح لان أصل وكوش يا غي السدس هي ثمن هي الربع معناها السدس هي ثمن بحدي السدس هي 12 هي 24 سدح ذا أصل وسدح ذا عول قلخ فهذه الثلاثة مد سدح ذا الأصول أصوشة إن كثرت فروضها فروض تودها هدي بدته دتكي وحلا هاي أصحاب الفروض كهدي بتان تعول وأي عوشا عول أيا قلخ تدي عوشا أيوكو شيغايا وحي عوشا فتبلغ وحي قاريسا الستة أصل كستة ذا عقد العشرة قلت أنت طبعا يعني طبعا أيو قارا يا ورد طبعا أيو قارا يا ستة ذو طبعا أيو قار طبعا أيو قارا يا أصل كليرا ستة ستة وحن غنى سبعة هي ثمانية هي تسعة هي عشرة أفر مر أيو عولا عقد قال إلى ستة هدبا وحي كحر انتهي ورثذا مركز جوغة مثلا مسألة وحا كجرت الزوج هي أختين لأبوين مثلا أما أختين لأبوين سكده وأسلمت مسألة لا سمحها وهي زوجكم محولة هي النصف أختين لأبنا محيليهين النصف أختين لأبوين النصف إليهم
الزوج النصف، أختين لأبنا ما حيليهن ده ثلثين، ثلثان بيليهن، فأكوي ثلثان كالهان عايزهما ثلثان أي ليهن، لأن والله ولالك هريسنا ما جرت أختين لأبوين داني لا، ما أختين شقيقتين، أما أختين لأب أو أبوين إن سميش جوجنين وحيليهن ثلثان، أصحاب الثلثان واحد. ثلاثة هي النص، محاك دحية تباين وكدحية، ولا بعد عدد أن إسلهين أو طبعا هي كنسية، نصف ولبو ثلثان وثلاثة، مركا وأسكود فنايا لبو سدح كود فلح أصلك هلك أيو كيمي لحظة، مركا زوجك وحورها نص سدح سينايا، أخوات لأب أما أخوات أشقانة وحي ربان ثلثان لح محا ثلثان وأه أفر أفر أي ربان أفر إلى سدح حسكودر تضبه مسألة دين اللحي كاقع السحري بركي هوري مركا محالة يا مسألة ذا سوء وحي يقعوا شيء تضبه من ستة إلى سبعة أي يقعوا شيء مركا مجموع هذا السمتو ذو تضبه مالك ماشي أن لحك قايبين لها تضبه كقايبين أيام مركا وحان لا يهي زوجك وحول النس لكن نس عائلة أو ناقص أه. أختين كنا وحي لهم ثلثان أو عائلة أه. يعني نقص كجرة ماشي ونص كامل نص كامل قاعدا لها هذا ما أنت نسكي سوى عائل ودوتين هيا أيه. قبلها أنا ثلثان كودو وعائل ثلاث مركب لحمة هي تضبي وعوش مثلا مسألة كلا زوج يهويو يا جو ماشي يلا بقى قبضوت مثلا يلا بقى قبضوت ولا لا زوجكم محيي لنا يا مركز وكله نص ومدن محيي لنا يسا سدس لأنه حاجة أختين لأختين باجوجة أختين كينا محيي قاعدنا أيان ثلثان مسألة محيي كاسة حيسا محيي كاسة حيسا زوج أو نسأة أم أو سدس أه نسكو سدس كو سودح قلايا أختين أختين أو ربع مثلا أختين أو ربع مسألة دو مركا وحي كاس حيسا لحوي كاس حيسا أو مخرج ستة كأخر كاس أختين محي ليهين زوج يا أم يا أختين لغير الأم أخ أختين حتى لو حد كانت أخوات الأم كان أخوات الأم سي أي أقاتان ثلث أقاتان مثلا اسمك وحين نقول ثمانية كأس حيسان أخوات الأم هدات كانت وحي قادنا يعني ثلث هي أم دي ولا سدس هي زوج كي ولا نص مسألة اللي حي كأس حيسان لكن زوجك حورة بقى سدح أمضنا وحيرة هل أفر أختين لأمنا محير ربان ثلث وحيرة واحد ثلثين قاعدنا يا مركب وأنا أختين كينا أو لغير الأمة سي ثلثين وقاعدتان مركاس مسألة ذو حي قاريسة مركا سديد بي قاريسة مسألة ذو سديد بي قاريسة وهكذا وهكذا مركا مسائش كوتي ما أكي سايقو أو مسألة دي يودد بغن وحب هايين أصل كأي كأس حي سنة أصل ير ويا هاي مركا فتبلغ الستة وحي قاريس عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها في الأثر مد كحك تا هنا والله بي طبن أصل ككحك والله بي طبن يسونا بالعول إفرادا إلى 17 وتلحق التي تليها في الأثر بالعول عولك إفرادا إلى 17 إلى طبعا يتضبط أي أيضا أو ليس لكن أو أه ترى إسدار أه معناها أصل كي وقوعها الله بيه طبعا وهو أولى هي سدح طبعا إفراد واحد أمسه شن طبعا أمسه تضبي طبعا أنت سو أولى يا إسلام سدح مرو أولى سدح طبعا شن طبعا تضبي طبعا وتلحق التي تليها في الأثر بالعول
افرادا اني اعوش افراد اهان الى 17 لا اللي قرايو طبعا ايه فضبط. والعدد الثالث عددك سدحاله 24 اهنا قد يعول وعولا بثمنه ثم كيس ايوع ولا فعمل عمل بما اقول وحان لا يهك عمل محاوي ثم كيس اوع ولا عددك سدحاد 24 24 محاث ثم أيوة عولا إلى فعمل كعمل فل بما أقول وحان لا يحي فعمل بما أقول مركا سد حداس أصل أي أبوها الرئيسة أو كمل أصوشي تدوضة أهيد وحانا قال وحلى يرادة عود أو النصفان أو اللبن نصف أصلهما أصل كود في حكمهم اثنان واللبو حكم كود لباس واللبو يعني النصف هذا رتيد لبعض كدسيسة النصفان واللبو أصلهما في حكمهم اثنان واللبو والثلث ثلث كنه من ثلاثة يكون سد حيك هذا والربع ربعنا من أربعة أفري مسنون للسنية أي يعني وضد يتصالت النقطة مسنون أي يعني مخرج كيس طريقة دي سوا سلا سلا صياء أيا وضوء هواي والثلث من ثلاثة يكون والربع من أربعة مسنون والثمن ثم كنا إن كان فمن ثمانية سديد واي فهذه تاسنا هي الأصول الثانية وأصول شلبات لا يدخل العول عليها عول مقله فعلم أجو ثم اسلك راع التصحيح صحيتانك أو سيدي لو تصحينا مسائلك ودد إذا راع ثم اسلك التصحيح فيها تسلمي ونبت جليسا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أصبح جو جنين إن شاء الله.